أبا. أختي لبقى تبكي بهالدموع، رح تنسيهم مثلا؟ لا تا، ليش هيك عم يصير معي؟ بس لأنه أنا على طول بوثق بالعالم، هيك بيصير فيني كل مرة. لما تحطي ثقتك بحدا ما بيكون قد أبدا، النتيجة بتكون خيانة. خلص خلص انسي آبا، ما عاد يصير أسوأ من اللي صار، لأنه اللي صار معك بكفي وزيادة. يلا مسحي دموعك. ليكي ليكي الكحلة تبعك انتزعت. لا هي مو الكحلة، هذا حظي الأسود أختي. ليش من أنت البنت الواثقة من حالة تحكي مثل هالحكي اللي عم تقولي؟ يمكن الظروف بدها مني إني أخسر ثقتي بحالي وقوة شخصيتي. هاي الظروف علينا كلنا، لا تخليها تضعفك هالقد، خليكي أقوى من هيك. أكيد رح أكون أقوى. أختي، أنا وين بدي لاقي بيت للأجار؟ وأصلاً أنا ما بعرف حتى وين بيروحوا بيسألوا وكيف بيسألوا. أخي أنت شو اللي بدك يا؟ بدك أبي يدور يعني؟ إذا نحن ما ساعدناه، مين اللي رح يساعده مثلاً؟ أكيد نحن اللي لازم نساعده يا أخي، ما هيك؟ وإذا أنت ما فيك تعمل هالشي، أنا وآبا رح نروح وندور على بيت. إيه نحن فينا نروح براكاش، فينا نروح على أي مكان، بس أبي قال إنه أنت اللي لازم تروح، لأنه حيكون مبسوط أكتر إذا أنت اللي رحت. ليش برأيك؟ في لسه أمل إنه الواحد يكون مبسوط بهالحياة؟ الأمل موجود أخي، والفرح موجود، بس شكل السعادة أحياناً بيتغير، ونحن لازم نضل متفائلين وتفكيرنا إيجابي، لأنه السعادة يا أما بتقل مع هاي الظروف يا أما بتكبر وبتزيد حسب تفكيرنا. وبالنسبة للدوارة على البيت، أنا فيني إلكن كيف رح نقدر نلاقي هالبيت.